لقاء اليوم قلت سندرلاند في لقاء الجولة السابقة في الدوري الإنجليزي خسر من وست هام بهدف دونالد، يحل ضيفا على سندرلاند في لقاءات الجولة. إريد ساوثهامبتون سيطر على هذه الكرات، ساوثهامبتون في هذه البداية ممتازة من رودريغيز، خطير هذا اللاعب جاي رودريغيز، يلعب كرة طويلة لكن ابتعدت ومرت إلى خارج أرضية الميدان إلى ركلة مرمى للحارس بيكفورد. يغيب عن الدوري التونسي صاحب السعادة، يضيع الكرة، أصبحت أخطر الآن لنفاق جاي رودريغيز، يطلب الكرة في العمق، جاي رودريغيز خطيرة لفريق ساوثهامبتون، جاي رودريغيز الكرة مستمرة ضاعت إلى ركنية. تعامل ممتاز من سفيان بوفال، هذه المحاولات، هذه انطلاقاته، هذه مهاراته، فنان سفيان بوفال، كان مبدعا سفيان مع فريق ليل، شوف كيف هرب وتخلص من الخزري. الدوري المغربي من شأن أن يكون أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بالخزري بالنيجيري فيكتور أنشيبي بالجابوني ديدي ندونغ، خمسة أسماء من إفريقيا. سمير بوفا أو سفيان بوفا عفوا، محاولة وانطلاقة لسفيان بوفال، يقع على الأرض بيير هويبرغ، سفيان بوفال يتفوق عليه هذه المرة التونسي، وهاب الخزري يقدم سهل دون كانوت مور، فضيع الهجمة على رفيق، يضيع الكرة خلفه وتعود مرة أخرى لجيمس، يلعبها إلى سفيان بوفال، اللاعب الموهوب بيير الدنماركي، يتقدم بيير هويبرغ، سفيان بوفال آخر دقائق هذا الشوط الأول، خليفته دقيقتان الوقت البديل في عمر هذا الشوط الأول، سفيان بوفال ولبي الكعب تمر، أداء ثقيل، مباراة تحتاج إلى كرة لوهبي الخزري، يتحرك التونسي الحاضر في الباقي، لقى المغرب وهناك كوديفار، بوفال يتحرك، سفيان بوفال، بوفال التدخل من وهبي الخزري، عموسة والكاحل، مواجهة تونسية مغربية في انتظار أن تكون المواجهة تونسية جزائرية في أمم إفريقيا المقبلة بالجابون. في الشوط الأول يتأهب كلا الفريقين لإطلاق الأسلحة الهجومية وإعلان النية للأهداف، هل يتمكن من إلى حد الآن التي جعلته يحتل المركز الثامن ب13 نقطة خلف المتقدمين السيتي وأرسنال. ماكوين كرة في فرصة داخل منطقة الجزاء، متاحة الكرة، سفيان بوفال يتحرك بامتياز، الدولي المغربي سفيان بوفال في سلسلة مهارات ومراوغات، يتدخل وتمور، يدخل من رودويل، الحصار مطبق من بيير الدنماركي، سفيان بوفال المغربي يمر، سفيان خطير، سفيان مهاري، فنان، قد يكسب ركلة جزاء، العرضية من سفيان والتدخل ممتاز إلى ركنية أخرى، مبدع سفيان
انجلترا مشغولة بمباراتين في أسبوع على الأقل. بوفال واعتراض واضح وبطاقة صفراء. فيان بوفال كرة في فرصة متاحة لأولومولا. أولومولا يستخلص الكرة، تسانده الجماهير لأنه شاب وصغير، يمنح له الفرصة في مباراة اليوم. بوفال المهارة لا محدودة من هذا اللاعب. كرة في محاولة أخرى للتشرين. يا سلام، جول جول يا سلام يا سفيان يا بوفال، هايل ورائع وممتاز وفنان. سعداء جدا بهذا الهدف أيها الرائع، أيها الفنان، أيها الخلوق. سفيان بوفال يأخذ كرة في ركن زاوية منطقة الجزاء ويضعها في ركن زاوية مرمى الحارس جوردان بيكفورد. شوف الاستلام بمهارة المراوغة. أوب، كرة، يا سلام على سفيان ويا سلام على البوفال. الدوري المغربي الذي يدشن أول مباراة مع ساوثهامبتون بهذه اللمسة الجميلة جدا وبهذا الهدف الرائع. هدف من أجمل ما يكون لسفيان بوفال الذي قلت ألق الموسم الماضي مع ليل الفرنسي ويمنح القديسين أول أهداف هذه المباراة. الركون إلى الدفاع ساندرلاند، مقطوع الكرة من ريد، هاريسون ريد يلعبها لسفيان. سفيان بوفال توغل أولومولا. سفيان بوفال عاد الغابوني. ديدين دونك بسلاسة بدقة. ريدموند عنده تسديدات قوية وخطيرة. بوفال كرة في العمق وريدموند يلحق عليه. مهما فعلت كلود بويل ينجح في الاختبار، المدرب الفرنسي مثل ما ينجح إلى حد الآن في الدوري. سيغادر فريق ساندرلاند إلى الهد، ويحتاج إلى أكثر ثقة في النفس أولومولا. سفيان بوفال، بوفال مازال ساندرلاند لم يعلنهما حكم المباراة. هناك لمسة يد واضحة. سفيان بوفال، ريدموند، كرة مقطوعة من ديدين دونغ والفرصة مواتية لتعديل النتيجة. الغابوني أمور، ماذا تفعل يان دونغ؟ ماذا تفعل؟ ساوثهامبتون إلى دور المقبل من كأس الرابطة المحترفة الإنجليزية. آخر لحظات المباراة بكرات قصيرة وجميلة، تيكي تاكا جميلة ينهي بها لبيتن وإلى مباراة أخرى في كأس الرابطة المحترفة الإنجليزية لهذا الفريق بفضل هذا الفتى الرائع الدولي المغربي. هنيئا سفيان بوفال، وإلى الملتقى إن شاء الله.